تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت اليوم في دبي أعمال مؤتمر دبي الرياضية الدولية 14 أحد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وقد كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عددا من نجوم كرة القدم العالميين ضمن الحدث الرياضي السنوي الكبير الذي يجمع كل عالم نخبة من أبرز وأهم رموز اللعبة من مختلف أنحاء العالم. وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الرئيسة للمؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار مسرعات مستقبل كرة القدم، وتضمنت عرض فيلم قصير استعرض أهداف المؤتمر المتوافقة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مجال الابتكار والريادة، والمستلهمة من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بأن يكون الحدث بإنهابة منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، وملتقى لنجوم اللعبة وصناع القرار فيها من أجل استعداد الأمثل للمستقبل ومضاعفة المكتسبات الرياضية الوطنية. تضمن الفيلم أهم المحاور التي تم تسليط الضوء عليها في كل دورات المؤتمر السابقة وعددا من المبادرات التي أطلقت من خلاله وتركت أثرا مهما على كرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي. ليس هناك أسرارا عبر هذه السنوات، ولكنني أقول بأن السنوات الطويلة من لعب كرة القدم كانت تمر من خلال العمل والنمو والنضج في هذه الرياضة، وعليك أن تكون في أفضل أحوالك وأن تكون دائما الأكثر أهمية بالنسبة لك هو أن تحصل على الألقاب، الأمر الذي يساعدك كثيرا عندما تفوز بالجوائز. وهذه ليست مسألة مصادفة، وليست هناك معجزات، وليست هناك أسرار خاصة، وإنما هي تراكم للسنوات بما تقومه أنت وأن تلعب كرة القدم وتجعل الناس سعداء. بيليه دائما سيبقى بيليه، وكل اللاعبين سيحاولون أن يصلوا إلى رقم بيليه، ولكن دائما سيكون لك انطباع بأن لا يمكن كسر رقم بيليه، ولكن بيليه هو بيليه وكل لاعب مختلف، وفي المستقبل سيأتي لاعبون آخرون ويكسرون رقمي القياسي أيضا.